اما اول شيء نحن لكل محبي محمد رمضان رح نسمع غنيه وبعدين رح نتصل فيه تيكون اليوم ضيفنا، وانتم فيكم تدردشوا معه على 0460 10 101. وبدعي كل الفانس من المحيط للخليج، كل محبينه من المغرب، من تونس، من الجزائر، من الخليج، من العالم العربي كله. بفكر اليوم اكثر رح بيكون من العالم العربي اكثر من ما يكون رح يكون من هون، من الاردن طبعا، من لبنان، ما بعرف من وين، من كل المناطق العربية. الفيسبوك كمان مفتوح فيكن، يلي ما بيقدر يحكينا طبعا ممكن تحطوا البدالة اذا قدرتوا انكم تحكوا وفي مجال انكم تحكونا، ممكن تحطوا البدالة اللي هي 4 بعدين 60 10 101، والبدالة هي 972. فلكل يلي حابب انه يحكينا ويحكي مع مع الفنان يلي بيحبه كثير محمد رمضان. رمضان اهلا وسهلا فيك. مساء الخير، اهلا وسهلا فيكي. كيفك؟ انا الله منيح الحمد لله رب العالمين، بتمنى تكونوا كلكم بألف خير انت وحضرات المستمعين. شكرا كثير محمد. اول شيء بدي اقول لك قديش حاملين لك سلامات الفانس، يعني شو بدي اقول لك قديش كاتبين اشياء وعن جد يعني تخيل عم بيقولوا لنا بانتظار احلى لقاء لاحلى ستار بالعالم، ولا اعجب صوت ولا اروع احساس الرائع محمد رمضان مع احلى تغريده. لا طالقه طرطوشه شفت. الله يعافيك. وثانك يو كثير لك ولكل الناس اللي بعتوا، ولكل الناس اللي بيحبوني، ولكل الناس طبعا بحب اقول تحيه كثير كبيره كمان للجروب الرسمي لإلي وحتعاطهم معنا، والجهد اللي كثير حلو عم بيعملوه، الكلام الكثير احلى اللي عم بكتبوا لي اياه، وانا كثير بشكرهم من اعماق قلبي. وثانك يو كثير لكم. شو حلو، يعني كثير عم بيتشكروا وكثير عم بيقولوا قديش مبسوطين انه اليوم يعني محمد رمضان معنا. فكل يلي اكيد اول شيء بدنا نبلش ناخذ اتصالات على 0460 10 101، وانا كمان رح بقرا لك كل الاشخاص يلي طبعا عم يبعثوا لك رسائل عبر الفيسبوك. فخلينا نشوف. وبعدين في منهم اول شيء يعني زي ما قلت رح يعتبوا علي، بيسلموا عليك كثير، هذه قلناها بالبدايه، حاملين سلام كثير كبير لك، وكمان طلبوا انك تغني غنيتك الجديدة، وفي منهم كمان انه عملوا لك اد على الفيس وانت ما اخذوا الكونفرميشن منك، فهني ناطرين الكونفرميشن. بليز بليز يعني كان في ترجي تعطي رجع، بليز تغريد لينا ضيفنا. حلو يا والله. هو لانه
صار فل الفيسبوك، فان شاء الله بس نعمل بروفايل جديد راح استعمل الكل ان شاء الله اكيد. لا ضروري 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 بدك تعمل كمان صفحه جديده تقدر انك تاخذ كل محبينك، يعني عندك فانز اسم الله اليوم نحن عم نجمع العالم العربي كله اليوم بانه عم يسمعوا محمد رمضان. طب شو رايك قبل ما نبلش ناخذ الاتصالات وهيك والرسائل طبعا يلي حابين انه يوصلوا لك اياها، في بدي اقول لك شيء كمان انه يعني في مثلا لارا محمود كثير بتحبك، وحتى يعني مش حاطه صورتك، حتى صورتك انت هاي كثير كبير الا وثنك كثير. ونبيل الربيعي، نبيلة الربيعي هي اللي دائما بتهتم اذا نزل لك غنية جديدة، اذا في لقاء لإلك، وعم بيسجلوا للقاء على فكرة، اللقاء عم يتسجل فينحط على صفحتك الرسمية. Thank you كثير يا نبيلة، thank you. فاذا نحن ناطرين على 0460101 او كل يلي حابب رح نبلش ناخذ، ما بعرف فراس شو بدي يقول، بس فيك تسمعون غنيتك، حكيهم من طلبوا مني انه انك تغني لهم. اوكي حاضر، يلا غني لهم لازم روح. يلا هاي الاغنيه الجديده اللي هي من كلمات فراس جبران وتوزيع الموسيقى كان لأسامة النبيض، هي كثير كثير لهم اكيد، ويلا سمعكم. يلا تفضل. حبك بس لازم روح بالمروح صين بجروح، ما بدي اكره فيك يمكن اذيك ويمكن روح، جربنا نكون البعض ما عملنا حساب البعض، خلصني منك روح ما عاد مرات، رح ضلني خاف عليك احساسي فيك رح يبقى هيك، كل ما تغمض عينيك ذكر شو كنت موت عليك، جربنا نكون البعض ما عملنا حساب البعد، خلصني منك روح ما عاد الوقت. يعطيك العافية، سلام هاتم. يلا رح نبلش ناخذ اتصال. الو استاذ محسوب، انا احلاه الجبلي والحلو صوته كمان حنون ولا شو يا رماح؟ اكيد. شو بدي تقولي له؟ احكي معه لمحمد. يلا كيف محمد؟ اهلا اهلا، كيفكم؟ اشتقنالكم. الله يخليك يا رب. شكرا شكرا. كنت بحبك كثير كثير، اتمنى لك النجاح الدايم. الله يخلي لي اياكم يا رب. تبون الخير على ودائع الصافي. حاضر. يا ابني. حاضر حاضر. يا اهلا وسهلا فيك يا رمال. الله معك. باي باي. اتصال جديد. الو. الو. اتفضلي. مساء الخير. اهلا. كيفك؟ الحمد لله. شو اخبارك؟ انا منيحة. عرفتيني؟ عرفتك؟ دنيا كيفك يا دنيا؟ اشتقنا لك. وانا كمان اشتقتلك كثير. حبيبتي بدك تحكي عن محمد رمضان؟ لا انا محمد اسلم عليك وعلي، يعني ما بسمش اكثر. طب اوكي قولي له، قولي لي هيك كلمة حلوة اكيد. مش الأقل هنا، أنا كتير حلوة نفسنا حلقة أفرم عليك مش أكتر. أهلا وسهلا بدنيا. أهلا بك يا تكلافي. مرسي، الله معك، باي باي. ما خجلاني تقول لك شيء. نحن خد كمان كتير لهم كلهم، وأكيد يعني أنا بكون كتير مبسوط لما أسمع حكي حلو من الناس، ولما أسمع الضغط على الأغاني وهذا الشيء بشجعني وبخليني دائما أضل مصر على أني أضل نكمل بطريقة حلوة ترضي الناس وترضي أجواءهم كلهم، ودائما بتمنى من الله أنه
وعافيتنا جميعا ويديم السلام في العالم العربي، وان شاء الله يا رب ايامنا كلها تكون حلوه ويبعد عنا كل الاخطار وكل المشاكل يا رب. ان شاء الله ان شاء الله. بقولوا لك الله على هالصوت لارا محمد عم تقول لك هيك. ثانك يو. يلا اتصال جديد. الو.